المباراة كنشكركم كلكم على التشجيع وعلى وعدهم يدوروش ان شاء الله يشوفوا المباراة وعلى الفرق بالنسبه لنا المباراه يعني تاريخيه، لان اول شيء مع فريق عريق معروف بتاريخه في الدفاع عن حقوق الشعوب والحريه، يعني في ملعب يعني نيلسون مانديلا اللي يعني هو قمه يعني تضحيه من اجل الحريه. بالنسبه لنا احنا يعني يوم تاريخي، لانه في هذه الظروف اللي هي نعلن عن المنتخب الصحراوي في يعني ضد المولوديه وفي الملعب يعني نيلسون مانديلا، هذا الشيء يعني كان حلم ولكن تحقق اليوم الحمد لله. ومن هنا يعني من اليوم فصاعدا يعني لا يعود ان شاء الله يعني مشوار المحطه طويله من مباريات اخرى وديه اللي توصل القضيه الصحراويه عن طريق الرياض. هذه المباراه تاريخيه يعني في الحال، اول مره نلعبوا في هذا الصال الكبير في الجزائر في مكه الثوار، وهي بدايه ان شاء الله لتاريخ يعني كبير للكره الصحراويه ولتضامن مع الشعب الصحراوي. الماتش قرر نوجدوه عاد لنا ايام نوجدوه، جينا كل واحد جينا من بلاصه من اوروبا، شي من بلجيكا شي من فرنسا، وها وما قرر عاد لهم عام يلعبوا في بلاصه ونحن نوجدوه اللي اراده الله يكون بخير على خير ان شاء الله. غير ماتش ضد خوتنا باش نلحقوا قضيتنا نحن الصحراويين تلحق في كل مكان. نتمنى عن هذه الأولى قال يكونوا مباراة أخرى، ياك الناس تعود تعرف الصحراء وتعرف كل الصحراء وتعرف قضية الشعب الصحراوي إن شاء الله. هذه مباراة ستكون بين شعبين أخويين كالمباراة التي جمعت بين الفلسطينيين والجزائريين التي حضرتها أنا نفسيا في أرض الملعب، كنت هناك في متواجد في أرض الميدان، وإن شاء الله تكون مباراة ودية على أرض الميدان وبين الجماهير وبين الشعبين إن شاء الله.